يا هلا والله وغلا بجمهور ماسة، جمهور ماسة خاصة، حياكم الله. أخوكم مقدمكم سعود الفليح في برنامج الخزنة. جيتكم اليوم نبي نلعب ألعب خفيفة، ألعب سريعة، نوزع جوائز على السريع. خلك مركز معي وخلك مصحصح معي، أبى أشرح لكم شرح سريع ومختصر عشان نلعب بسرعة. ما أبغى أطول عليكم، أنا إنسان جاي أوزع جوائز وأمشي، ترى لا تطولها معي وهي قصيرة أختصر لكم الموضوع. أبى أشرح لكم الخزنات. معنا خزنة رقم واحد، خزنة رقم واحد هذه فيها الجائزة الكبيرة. الجائزة الكبيرة طقم ذهب. نبي نسألك سؤال، إذا جاوبت على السؤال ننتقل معك لأربع أرقام، تخمن أربع أرقام. إذا خمنت الأربع أرقام وجبتها صح الله يحلل عليك طقم الذهب وتأخذ حلال عليك. إذا جاوبت، طبعا ما جاوبت حاول تعيدها مرة ثانية معنا. ننتقل بعد معكم خزنة رقم اثنين. خزنة رقم اثنين فيها سوارة ذهب. طبعا السوارة هنا الذهب مسهلينها شوي عليك ونبي نوزع سوارات، بس انت لا نبدي نكلج معكم شوي، لكن انت ركز معي. اذا جاوبت على السؤال معطينك رقم واحد، انت حاول تجيب الثلاث ارقام، اذا جبتها تراها بالحلال عليك، بس انت ركز معي. ابى انتقل لكم للخزنات السهلة، مسهلينها لكم بس خلوكم مركزين. يا سلام، خزنة رقم ثلاثة، اذا جاوبت على السؤال ترى معطينك رقمين وباقي رقمين، شد حيلك في الرقمين هذه، ركز معي بس جيب الرقمين وخذ الخاتم هدي لك، بس ركز ركز. أما هنا هذه سهلة مرة ما يبي لها شيء، خزنة تويتر. تويتر معطينك رقمين في تويتر في الهاشتاك، ادخل واضف رقمين، أنت جبتها صح أخذناها، ما جبتها صح بندور غيرك ونقول اتصل وخذ معك معنا طقم الذهب، شارك.